أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد متحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش بأن نحو 200 ألف شخص غادروا مدينة الرقة السورية التي تشكل عاصمة لتنظيم داعش في سوريا. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن وتيرة فرار المدنيين السوريين من المدينة تتسارع، وإن 800 شخص يصلون يوميا إلى مخيم عين عيسى للنازحين، فيما يزداد الوضع صعوبة بسبب الافتقار إلى الإمكانات الإنسانية. وفي العراق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد مسلحي تنظيم داعش المتبقين في مدينة الموصل لا يتجاوز 1000 مقاتل في المرحلة الراهنة من العمليات العسكرية لتحريرها. وأعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل ريان ديلون أن المساحة التي ما تزال تحت احتلال داعش في غربي الموصل لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء الذي وقع الليلة الماضية في كازينو داخل العاصمة الفلبينية مانيلا، وتسبب بمقتل 37 شخصا اختناقا بعد أن أضرم مسلح النار في المبنى قبل أن ينتحر. وأوردت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن مسلحي داعش نفذوا هجوم مانيلا في الفلبين، وكانت السلطات الرسمية استبعدت فيما سبق أن يكون العمل إرهابيا. أطلقت قوات الأمن الأفغانية النار في الهواء الجمعة لتفريق محتجين يطالبون باستقالة الرئيس أشرف عبد الغني في أعقاب هجوم بشاحنة ملغومة وقع هذا الأسبوع في العاصمة كابول. وتجمع أكثر من 1000 محتج قرب موقع الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 460 بجروح. من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مقترح أمريكي صيني لإضافة مزيد من الأفراد والكيانات من كوريا الشمالية إلى قائمة سوداء للعقوبات بسبب إفراج بيونغ يانغ المتكرر للصواريخ الباليستية. ويقترح مشروع القرار فرض عقوبات على 4 كيانات، منها بنك كوريو وقوة الصواريخ الاستراتيجية التابعة للجيش الكوري الشمالي، إضافة إلى 14 فردا. أطلقت اليابان يوم الخميس صاروخا ينقل قمرا اصطناعيا يحمل نسخة محلية الصنع من النظام الأمريكي لتحديد المواقع العالمي GPS. ومن المتوقع أن تعزز النسخة اليابانية دقة معلومات المواقع التي تستخدمها الهواتف النقالة وأنظمة الملاحة في السيارات. قال خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين إن التحدي الأكبر أمامه هو إخراج أفضل ما عند ليونيل ميسي والتأهل النهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا. إلى اللقاء.